وأبدأ النقاش معك دكتور إحسان الخطيب من الولايات المتحدة الأمريكية. كنا نتناقش منذ قليل مع السيد محمد سعيد الرز حول المقترح الذي سوف يعود به السيد آموس هوكستاين خلال الأسبوع الجاري لعرضه على نتنياهو بعد الموافقة المبدئية من الدولة اللبنانية بحسب ما صرح السيد محمد سعيد مع الاعتراض على اللجنة المشكلة لمتابعة الأوضاع. للمرة الألف ربما دكتور إحسان، هل تنجح إدارة الرئيس الحالي جو بايدن في حلحلة الأوضاع قبل أن تغادر البيت الأبيض؟ تحياتي للجميع. لست متفائلا اطلاقا في ظل هذه الإدارة. هل اليوم هي لين داك، إدارة عرشاء بط عرشاء، يعني تحذر نفسها للخروج من البيت الأبيض. بايدن يعني يعتقد أنه هذا سجل ناصع له، أنه لم يضغط على إسرائيل اطلاقا ولم قدم لها دعم قياسي استثنائي، وهو لن يضغط على إسرائيل. ودون ضغط على إسرائيل لن يتحقق أي شيء، لأن إسرائيل اليوم يدمر في لبنان، يعتقد أنه ينجح في لبنان، يعتقد التدمير هي أداة يعني المفاوضات، يعني كما في غزة يقول أدمر على أساس هذا طريقة مفاوضة الضغط على لبنان. ولكن ضغط على لبنان صحيح، ضغط على لبنان، على الدولة اللبنانية، الشعب اللبناني، ولكن حزب الله لم ينتهي. حزب الله لا زال موجودا يقاوم محارب في جنوب لبنان بشراسة وبشجاعة. لا يستطيع إنهاء حزب الله، ولن يقبل لبنان بشروط يعني تأخذ من سيادته ويعطي، لن يعطي للإسرائيلي ما يريده، والأمريكي لن يضغط على الإسرائيلي، والأمريكي يعني لا يلعب دور وسيط نزيه، هو طرف يعني لجرم إسرائيل تماما، يقدم كل الدعم لإسرائيل، ولولا هذا الدعم لم يكن هناك حرب. لست متفائلا كل هذه الأمور، يعني ليس لحكومة نتنياهو أي سبب أن تعطي أي شيء لإدارة بايدن على أي حال. هذه الإدارة في طريقها للخروج من البيت الأبيض، وهناك فريق عمل جديد يأتي للبيت الأبيض، وهم ربما يقدموا شيء لهذا الفريق الجديد، ولكن هذا الفريق القديم لقد استنزفوه، أخذ كل شيء منه، وما في داعي يقدموا أي جوائز.